الو الو ايوه الو استاذ اهلا بيكي، ازيك؟ الله يسلم. اتعرف بيكي؟ ممكن ما اقولش الاسم، معلش. ممكن ما تقوليش الاسم؟ طيب كم سنه؟ 30 سنه. مرتبطه؟ متجوزه. متجوزه عن حب ولا جواز تقليدي؟ اول مفروض كان حب والله، ما اعرفش ايه اللي حصل بعد كده. طب احكي لي ايه اللي حصل بعد كده. شايف الخناق افندم؟ اتغير لواحد تاني. اتغير لواحد تاني؟ ازاي بقى؟ بالك الاول قد ايه متجوزه؟ 8 سنين. امتى بدا يتغير؟ من اول يوم جواز. يعني بعد الحب وكل حاجه ولما اتجوزنا وفرحنا، ايه اللي حصل في اول يوم جواز؟ مشاكل وضرب واحد تاني خالص. طب ممكن توطي الراديو شويه عشان نسمع بعض؟ مش حاضر. طيب تمام كده. يعني حتى ما فوتش اول يوم جواز؟ لا. يعني اول يوم جواز اتخانق معاكي وقام ضربك؟ بدون سبب ولا بسبب؟ كلاكيك بقى، انت عملتي وعملتي وعملتي، نزل معامل، اكتشفت انه هو بيكلم بنات، كلمتي مع اهله وقعدت وناس مفيش. كم مره نتحاول ان احنا نوصل خلاص ان احنا نكتب ويجي يحدث الطلاق يرجع لورا ما يرضوش يطلق، وانا معايا ولد. يا اكيد في اسباب. يعني انت كنت مغيبه مش داريانه خالص لما ارتبطتي بيه؟ كنت بحبه، والمفروض ان هو كان بيحبني. بتحبيه لدرجه انك مش داريانه؟ مش داريانه انت بتحبي مين؟ مش فاهمه انت بتحبي مين؟ ما اضحكش عليك. ايه؟ مش فاهمه. يعني ما اعرفش، انا اكتشفت واحد تاني غير اللي انا حبيته. وكنت بقى ماشيه بعقليه اول سنه صاحبها، بعد كده اتعودوا على بعض، بعد كده الولد هيبقى عاطف على موبايل والكلام ده ومفيش. طب ودلوقتي الوضع ايه؟ مفيش. المشكله ان انا دلوقتي انا اللي تعبت وما بقتش عارفه اكمل، وفي نفس الوقت مش عارفه اعمل ايه. طب دخلتي اهلك؟ حد اتكلم لك؟ حد ساعدك يعني؟ ولا انت بس منك ليه وبتتعاملوا؟ مني ليهم. انا بتعامل مع اهله، ولما بدخل اهلي الموضوع بيكبر وبيزعل وبيزعل الدنيا فبرجع تاني. طيب حتى لو زعلوا اهلك، ما هو برضه على الاقل يبقى في حد يوقف لك. هم قبل كده وقفوا لي وانا سبتهم عشان كده محدش عايز يوقف لي. طيب ما انت انا ما ينفعش اروح بيت اهلي في مشاكل، في ينفع عايش معايا. ما انت برضو اللي لما حد وقف لك علشان يجيب لك حقك اتنازلتي وبعتيهم هما. يعني انا بعتهم عشان هو تعب. تعب من ايه؟ المفروض ان هم قالوا ان هو تعب نفسي. اهلك اللي قالوا كده؟ لا، اهله اللي قالوا لي كده. تعب نفسي. اكتشفت بعد كده ان هو كان بيشرب. بيشرب ايه؟ بيشرب خمور ولا مخدرات؟ مخدرات. بياخد مخدرات ايه؟ بياخد برشام ولا بياخد بودره ولا؟ لا ولا بيشرب حشيش؟ حشيش. جاله قدام عيني واعلم من وراي. طب لقيت واحد تاني غير اللي انا عرفته. هو بيشتغل؟ دلوقتي. وبيكسب وكل حاجه ولا مهمل في شغله؟ لا مهمل. طب انتوا وضعكم المادي ازاي؟ عايشه ازاي يعني؟ لا ممكن ما يسألش فينا برضك. يعني مش عادي، يعني ممكن ما يسألش فينا، ولكن موجودة ورجع مش جاوب عيل. يعني مش مكفي بيته. أنا اللي شايليها. ضبط كده. ورغم ده كله أنا اتقبلت وعشت وقلت عشان ما يفضلش بين أنا وهو. قال يعني استحمل، بس أنا مش لاقية جديد، في نفس الوقت أنا تعبت. أنا بقى كل يوم نفسي بتتعب. بصي يا بنت الناس، انت بتشتغلي ولا ما بتشتغليش؟ بشتغل. انت المسؤوله عن مصروف البيت؟ بالكامل؟ هو ما بيدفعش حاجه؟ مش على طول، بس اللي شايل الحمل كله انا.
هو ما ينفعش يبقى انت اللي شايله البيت وشايله الولاد وشايله الزوج وشايله المصاريف وشايله كل حاجه، وبتتهزقي وبتتهاني وبتتمرمطي وبتتبهدلي وبتتشتمي، وجوزك بيضرب مخدرات وانت قاعده تتفرجي. لازم تتكلمي معاه ولازم تشوفي وضع، يعني تشوفي حل الوضع اللي انتوا فيه ده، لان ما ينفعش تتركي نفسك كده لحالة الضياع دي، وإلا في النهاية هتبقى النهاية مش كويسة، أو هتقعي في مشكلة كبيرة جدا، أو هتقعي في الغلط، وإحنا مش عايزين تقعي في الغلط. يا يتعدل والناس يعني تفوقوا، حد يتدخل لك يفوقوا، وإلا كل حاجة في حياتك هتبوظ. لازم تاخدي خطوة، ما تقعديش مستسلمة كده بأي شكل، لا لازم تتصرفي.